ده قدوة لكل الشباب يا أحمد. وخليني برضو أخش برضو في حتة تانية مهمة، أنت أكيد طبعا السباق ده بتاع أمريكا برضو يا أحمد، آخر سباق آخر سباق ليك. خليني أقول إن أنت عشان توصل الأولمبيات ليك طريق، أنت كنا اتكلمنا فيه قبل الفاصل، إن برضو أوضح للسادة المشاهدين إن أنت في رقم الاتحاد الدولي بيحطه هتحققه في أي بطولة بتشارك فيها تبع الاتحاد الدولي، بتحقق الرقم ده أوتوماتيك بتتأهل للأولمبيات. مظبوط. أنت طريقك ايه للاولمبياد؟ مخطط ازاي عشان تتاهل للاولمبياد؟ انا ان شاء الله باذن الله حاطط هدف ليا في شهر واحد ان انا اطلع بطوله ان شاء الله، وانزل سباقات ال 800 وال 1500 واجيب ارقام التاهيل واحسن كمان باذن الله. بطوله شهر واحد دي بطوله ايه يا احمد؟ دي بتبقى بطوله دوليه، انا حاطط لوكسمبورغ تقريبا، بس هنشوف الظروف يعني حسب ظروف الطيران ولو الدنيا يعني ماشيه كويس ان شاء الله، لو لا قدر في حاجه ممكن نشوف مكان تاني يعني ان شاء الله. طب احنا كنا بنتكلم في الفاصل برضو يا احمد ان الدكتوره رانيا علواني مظبوط كانت اللي فتحت لكم الويندو او علت طموحات السباحين المصريين. اكيد. ازاي ايه الموضوع؟ انا من وانا صغير يعني دكتوره رانيا هي سافرت من اول اوائل الناس سافرت امريكا وعملت اسم للسباحه في مصر طبعاً. في امريكا طبعا فخورين بيها كلنا طبعا. فدي دكتوره رانيا انا ده شخص كنت بوصله وعايز ابقى زيه من وانا صغير، وهي زي ما حضرتك قلت فتحت للسباحين المصريين كتير ان هم يبقوا احسن، ان هم ياخدوا منحه في جامعات في امريكا. فدكتورة رانيا طبعا انا بحترمها وبقدرها وهي واقفه معانا وعايزه تساعدنا، وان شاء الله الفتره اللي جايه نقدر نعمل حاجه كويسه كلنا يعني. وكان ليك صور شفتها كنا عرضناها في التقرير برضو مع دينا فريد برضو السباحه بتاعتنا ان شاء الله ان شاء الله اللي هي، بس يمكن دينا السباق بتاعها او السباق بتاعها مش موجود في الاولمبياد، هل ده برضو ممكن، هل ممكن تغير سباقها؟ هل لا فريده بتعوم 50 حره برضو وال100 حره، فالسباقات دي موجوده في الاولمبياد وال100 فراشه، هو السباق اللي مش موجود 50 فراشه، بس هي كويسه قوي في السباقات التانيه وان شاء الله تعمل حاجه كويسه لمصر يعني ان شاء الله يا رب.